برحب بالمخرج الشاب عمر القاضي، مخرج فيلم قهوة وسجائر وأشياء أخرى. برحب بيك على الشقة. أهلا بحضرتك. اسم الفيلم غريب، أنا عايزاك تكلمني عنه. أوكي، هو الفيلم اسمه قهوة وسجائر وأشياء أخرى لأن كان في فيلم مشهور جدا اسمه كوفي أند سيجرتس. ده فيلم المخرج أمريكي اسمه جيم جارموش. الفيلم كان ببساطة هو فيلم روائي، عكس ده وثائقي. الفيلم الروائي كان عبارة عن مجموعة أفلام قصيرة اللي بيجمعها بس إن كل الكاركترز بيشربوا قهوة وسجاير، فهو الفيلم كان عن البيشن أو الشغف بتاع القهوة والسجاير. فأنا حولت الفيلم ديكومنتري، يعني انسبايرد من الأصلي. فهو الفيلم كان بيحكي يعني كل الناس اللي ظهرت فيه إيه علاقتهم بالقهوة والسجاير، والأشياء الأخرى هي بيشوفوا يعني فلسفتهم الشخصية أو الأمور المرتبطة بالقهوة والسجاير وبرة عن القهوة والسجاير. يعني هي دي الأشياء الأخرى اللي هو جزء شوية مرتجل عن حياتهم الشخصية وإزاي بيبصوا للقهوة والسجاير. يعني إيه اللي شدك في أن أنت تعمل الفيلم ده؟ اللي شدني أن أنا بحب الفيلم الأصلي جداً، فكنت حابب أعمل حاجة شبه الفيلم الأصلي، مش شبهه اللي هو كوبي بيست ولكن متأثر بيه يعني، فعملته بمنتهى البساطة يعني. طب كنت متوقع ردود أفعال بقى المشاهدين اللي دخلوا العرض؟ أكيد لا طبعاً، يعني كنت أتمنى أن هو يعجبهم. في ناس عجبها طبعاً وفي ناس ما عجبهاش، بما فيهم أصدقائي على فكرة، فيهم ناس يعني ما عجبهمش الفيلم. ولكن ليه بقى ما عجبهمش؟ لا عادي، يعني انا شايف ان ده شيء طبيعي، يعني عندهم مشاكل شويه في كاركترات ما حبوهاش مثلا، حاجات في المونتاج يمكن حسوا ان هي مش الطف حاجه، يعني بصوا له شويه كتكنيكال وايز يعني. بس اكيد انت هتستفيد من حاجه زي كده. اكيد طبعا، اكيد هيضيف لي كتير. طب بتحضر لايه بقى؟ بحضر لمشروع تخرجي لان انا دي اخر سنه ليا في معهد سينما، وبحضر لمشروع تاني روائي، الاثنين قصيرين يعني افلام قصيره. والمفروض المشروع التاني اللي هو بعيدا عن المعهد او التخرج هو فيه انتاج، فشويه انا واخد وقت كتير في الكتابه لان انا بكتبه من قبل اصلا الديكومنتري ما صوره، من قبل ما انفذه، من قبل ما يجي المهرجان، فلغايه النهارده لسه بكتبه، فعشان كده اتمنى يطلع كويس يعني. اشكرك جدا، شكرا ليك.